سعد مدير المؤسسة وينفق المال على قسم العلاقات العامة وعلى شركة العلاقات العامة لأنها تروج لصورته ولا تروج لقضية مؤسسته، فهي تخدعه لأنه ينفق المال هباء ولا يدرك بأن قسم العلاقات العامة هذا لن يفيده في حال ظهور أزمة، لأنه حصل هناك قطيعة مع الوقت disconnect ما بين هذه المؤسسة وقضيتها وما بين الجمهور، لأن دور العلاقات قسم العلاقات العامة آثر أن يخدع مديره أي المؤسسة بالنوع المعلومات اللي يعممها لافتراض المكسب القصير الأمد على المكسب طويل الأمد الذي يتعلق بقضية. إذا أنا أعنى بتوعية الجمهور تجاه قضية سرطان الثدي، أنا مؤسسة أعنى بتوعية الجمهور بشأن سرطان الثدي، ما هي أهمية أن أنشر معلومات عما قام به مدير هذه المؤسسة ذهب وأتى وقابل، وإنما أنشر عن الموضوع. إذا بتراجعوا غالبية المنشورات التي تتعلق في هذه المؤسسات، المنشورات الشهرية أو نصف الشهرية، ستجدوا أنها ملأة بصور مدير المؤسسة يتحدث عن نشاطاته البروتوكولية. أنا كمسؤول علاقات عامة خدعته بأن وافقت له بأن تعرض المسألة على هذا النحو، لأنه على حساب تعميم المعلومات والقضية اللي أقيمت لأجلها المؤسسة أصلاً. هذا ما أقصد به. وتتكشف الخديعة بمجرد أن تبدأ الآن أصبحت تتكشف الخديعة، لأنه ما عاد يمكن للستارة أن تعمل. Doesn't work. أعتقد يعني مادة دسمة لكثير من الأسئلة. من يحب أن يبدأ؟ تفضل أستاذ فهمي هودي. إذا في ميكروفون لو سمحتوا. في ميكروفون. جاء الميكروفون. تفضل. ملاحظتان، الأولى على كلمة الدكتور نبيل، هل هي مشكلة مراكز علاقات عامة ولا مشكلة أنظمة مستبدة تصر على حجم المعلومات عن الناس ولا تعترف بحقهم في المعرفة؟ أنا أخشى أن احنا بندين مؤسسات علاقات عامة، بينما المشكلة سواء في التجربة السوفيتية أو في تجربة الاتصال الذي ذكره من وزير الإعلام، هي مشكلة نظام وليست مشكلة بوق إعلامي. دي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، المتحدث الأول تحدث عن الأزمات الطارئة. المشكلة هي في الأزمات المستمرة وليست الطارئة، حينما نعتاد إلى أزمات. يعني مثلا في سوريا اعتدنا على أنه في قتل في سوريا بالعشرات، والآن بنعتاد على القتل بالمئات، ولما ينزل للعشرة يقول الحمد لله صاروا عشرة ما صاروش مية، بأنه في مشكلة. أنه في غزة في حصار صاروا 6 سنوات، هذه أزمة في 1.5 مليون مواطن، لكن اعتدنا على أنه غزة محاصرة. فالمشكلة في هذا الاعتياد الذي يحول الخبر الاستثنائي إلى خبر دائم. شكرا جزيلا. شكرا. تفضلي. السلام عليكم. بخيت أمين من السودان. شكرا للشارقة في البداية، شكرا للشارقة التي جمعت هذا العدد، هذه الصفوة المختارة من الإعلاميين، وندر أن نلتقي. يا أخي نبيل، أنا أستاذة صحافة. وظيفة الببليك ريليشن أوفيسر هو عبارة عن نقل صورة حية ل السلطة، هذه واحدة. ووظيفة الببليك ريليشن أوفيسر إن لم تكن تتوافر فيها الكريديبيليتي والبروفيشناليزم وأخلاقيات المهنة، هي لا تخرج عن كونك أنت موظف دولة تأخذ راتب وتمنح لك الامتيازات. وما تقول أختنا ليلى إنه فيما يتعلق بالزبون، هو ما في زبون، هو في أودينس. الأودينس
اللي بيضللهم دائما موظف الحكومة وهو رجل العلاقات العامة. إذا كانت الشارقة نجحت في إنه أول منتدى لها الفيرس قالت the first government communication forum، نحن جينا نبحث كيف تعود يعني تكون في تراست بين الحكومة والإعلام الحكومي وبين الأودينس اللي هو الجمهور، باعتبار إنه كلنا عندنا قناعات إنه الإعلام الحكومي يقيد ولا يعطيك فسحة من الحريات لأن تنطلق. أنا بأمل إنه في هذه الجلسة، لأنه الموضوع مثير كثير، لأنه نحن we have to create new concept فيما يتعلق بالإعلام الحكومي ويدخل فيه الرجل العلاقات العامة. بتمنى إنه الناس أو الفورم يكون بيسجل في ملاحظات ومقترحات الحضور. شكرا جزيلا. شكرا. تفضل. تفضل. شكرا. احمد الضبيبان، مجلس التعاون. رجال الدفاع المدني عاده يعني في طول ايام السنه يعملون ما يسمى بالتجارب، يعني يتوقعون او يحتملون احتمال، نعم، لان هناك سيكون حريق معين او سيكون كذا، فيعملون تجربه في حال لا قدر الله حصل هذا الحادث ان يكون جاهزين أو جاهزيتهم عالية. أنا أتصور أن الإشكالية، وهذا الخطاب أتصور أو السؤال موجه للمتحدثين، أن إدارة الأزمات يجب أن تكون قبل حدوث الأزمة. أن إدارة الأزمات يجب أن تكون جاهزة لدى إدارة العلاقات العامة في حال أو التنبؤ أن هناك أزمة ستكون، ثم ما هي الآلية التي يتم التعامل معها وكأنها سيناريو جاهز معد لرجال الإعلام أو رجال العلاقات العامة أن يتحدثوا بناء على سيناريو جاهز، ولا يكونوا يعني رجال مطافي في لحظتها فقط يطفوا الحريق. وهذا ما تحدث عنه السيد ستيكلز، أن يكون هناك استعداد لإدارة الأزمات. تفضل سيدي. بداية معكم الدكتور سالم السالم، أنا أشكر المضيفة والمتحدثين. سؤالي لستيبلز، في البداية أنا توقعت أن ستيبلز صاحب شركة ستيبلز إنكوربوريشن اللي في أمريكا. سؤالي لستيبلز بخصوص الأزمة الثلاثية اللي صارت في اليابان. الشعب الياباني طوالي مباشرة بعد الأزمة تبرع بثمان مليارات درهم، مليارين تقريبا دولار، مساهمة في دعم الشعب الياباني. رسالتي أو الرسالة المطلوبة من المتحدثين الكريمين أن كيف نحن نهيئ الشعب أو نهيئ المجتمع أن يكون إيجابي أو فاعل في دعم المؤسسة أو الحكومة لا قدر الله في حال وجود أزمات أو كوارث. دور الشعب وتهيئة الشعب أو المجتمع، وشكرا. شكرا جزيلا لك. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وفاء خلفان، إعلامية إماراتية. في الواقع من خلال متابعتي لمنتدى الإعلام العربي في دبي وكذلك هذا المنتدى وبشكل عام يعني الحوارات والنقاشات اللي تدور في دولة الإمارات، ألاحظ دائما عدم يعني إقحام المواضيع المحلية والخليجية بشكل عام في النقاش وفي ذكر الأمثلة. وإذا كان الأخ يعني ذكر مثال، الدكتور نبيل ذكر مثال الستائر، فهو مثال راقي جدا مقارنة يعني بالطريقة اللي نحن نتعامل فيها كخليجيين مع مسائلنا، وهي ان نحن مثل ما نقول بتعبيرات يعني المحلية نخم وندس تحت الزولية، لذلك هي تحت اقدامنا لدرجة اننا لا نراها يعني. ولذلك يعني حتى دور الاعلامي ودور المؤسسة الاعلامية لدينا تغير بالنظر لمؤسسات او شركات العلاقات العامة، فاصبح دور الصحفي هو استلام المعلومات من مؤسسات وشركات العلاقات العامة، وأصبحت الوسيلة الإعلامية هي شركة ومؤسسة علاقات عامة وظيفتها نقل هذا كله. فأريد أن أسأل يعني إذا كانوا يوافقوني رأي، وكذلك إذا كان لهم أي تعليق على أي أزمات في دول الخليج لنتمكن من الاستفادة منها، وشكرا.
شكرا جزيلا لك زميلة روان ضامن.